صباح الخير، صباح الفل، صباح الورد والياسمين، صباح الفرح للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا الكل على راديو اي اف ام. احلى راديو، مرحبا بكم الناس اللي تسمع فينا في كراهبها، الناس اللي تتفرج فينا زيدا على الباج فيسبوك راديو اي اف ام، على اي اف ام تي في وزيدا على اغابسات اي اف ام تي في. مرحبا بكم، هذا موعدكم مع ساعتين فرح توا 9:08 دقائق، نتواصل معكم حتى لل 11. مازلنا في انتظار تفاعلاتكم على الموزع الصوتي 71 194 194 71 194 194. تضغطوا على الزر رقم 1 وتخليوا لنا تفاعلاتكم، ارائكم واقتراحاتكم، وتكونوا حاضرين معنا في ساعتين فرح بصوتكم المزيان اللي يتحفنا واللي يقوينا ويخلينا نمشيو للامام. صباح الخير مكي النفتي، صباح الخير، صباح النور، صباح الفل والورد والياسمين كيما العاد. اي برشا نوار، صباح الخير احلام، صباح الخير فرح، صباح الخير مكي، صباح ايمن وي، صباح الخير يسمع فينا كل. انا نقول صباح النعناع والمعدنوس. باهي باش نجيو النعناع والمعدنوس يا منعنع. للناس اللي تبع فينا احلام جلاسي في الاعداد، بجه في الاخراج، وينك بجه البارح، كجه بجه عشت الاسامي اوف. هاي صحه الترتيحه في الديجيتال عندنا ايمان وي ام، وباش نتواصلوا معاكم والانطلاقه باش تكون مع المعدنوس. استوس بيو، صباح الخير مره اخرى احلام. غو بونجور فرح، اليوم اخترت باش نحكي لكم على منافع المعدنوس واللي عنده قيمه غذائيه كبيره من مئات السنين مش من توا. الفراعنه قبل فرح ومكي كانوا يستعملوه كدواء باش ينقص في السخانه وتحسين في الدوره الشهريه بالنسبه للنساء او انقطاعها. به يتم استخدام بذور المعدنوس باش ينحيوا الغاز في الكرش وينحي زيادة الدود في الكرش خاصه للصغيرات. به برشا دونك سورتو للصغيرات اللي عندهم مشكل، تدخل لك عاد بعد الغازات. من بعد ديما نحن نبداو بالقيمه الغذائيه ونبداو بالمنافع ومن بعد نعطيهم الغازات. انا جايين. وكما المعروف عنا زيادة من قبل في وجيعه الكلاوي ان نغليو المعدنوس ونشربوه كي نحسوا وجيعه، خاصة للناس اللي عندها الحجر في الكليوي إن شاء الله ربي يشفيهم، وضيق التنفس وأورام الثدي، وخاصة زيدة يا مكي نحي ريحة الفم اللي برشا من الناس تعاني منها كل ما تقوم للصباح. رغم اللي المعدنوس ماهوش كيما النعناع، حتى النعناع عنده الوظيفه هذيا ينحي ريحه الريحه الخايبه في الفم. ما فهمنيش كيفاش الاخر فيه مونتور والمعدنوس شنو اللي فيه؟ المعدنوس فيه في 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 سؤال خطير. لا يمكن اي سختين، ما كيما قلت فجأة الكلوروفيل اللي يعطي الكولور الخضراء نتاع النبتة، دونك هذاك اللي ينحي على عكس على عكس النعناع اللي هو يعطي ريحة بنينة ديجا كي تشم وتقول اللي هو زاد افيكاس في ريحة ينحي ريحة الفم. اما باركونتخ المعدنوس ماهوش محلب، تحسوا ماهوش مشلق على روحه اللي هو ناحي ساعة إن شاء الله. مش هذا البركة، المعدنوس زيدا ينفعنا في الاضطرابات جهاز التنفسي، خاصة كي نغليوه في الماء لمدة 10 دقائق ونشربوه برشا مرات في النهار، يساعد على تنقية وتطهير جهاز التنفسي برشا. قولوا لي كيفاش نشربوه، كيفاش باغ كونتخ نشريو المعدنوس؟ كيفاش نشريو؟ اي لازم يكون أخضر، لازم يكون اخضر، اوراقه ما نصورش الاوراق الكبيره هي الباهيه، نصور الاوراق الصغيره. يعطيك الصحه، الاوراق مقويني مقويني طيب ما نصورش. اي فوالا طيب ما نصورش. لا هابش نقول لك علاش، على خاطر انا تعلمت اللي كل حاجه صغيره عندها منافع اكبر، وكل حاجه كبيره المنافع نتاعها والا تقل، فهمت؟ دونك انتم كي تمشيو تشريو مثلا البسباس، مش على خاطر البسباسه كبيره هي اللي فيها اكثر جو، لازم تاخذ البسباسه الصغيره تلقى فيها نكهه اكثر. كيف كيف بالنسبة للمعدنوس، كيف كيف بالنسبة للنعناع، وكل حاجة صغيرة ما تحقرهاش راه. اي المنافع نتاعها خير. اي كيما البنان، كيما الغلة زيدا، تلقاها الغلة صغيرة فريشكة وبن أكثر من الغلة الكبيرة، معناتها على عكس العين، العين تحب الحاجة الكبيرة، أما النكهة تطلع في الصغيرة بعد. لازم نشريو المعدنوس اللي يبدا فريشك، يعني كي تشد رابطة المعدنوس في يدك تحسها فريشكة خضراء مش ذيبلة. ما نشريوش رابطة كي يبدا فيها الاوراق صفر،
الأوراق الصفر هذوكم معناتها اللي رابطة عندها برشا وما عادش فيها الكلوروفيل وبتبيع ما عادش تنحي الريحة اللي في الفم اللي بتاع كل صباح هذيك. من المحافظ إن نشري ولا رابطة المعدنوس وتبدأ في بلاصة متاع ظل يعني الخضر لازمو يبدأ حاط المعدنوس في بلاصة الظل باش ما تأثرش في أشعة الشمس وحنا ناخذوها فريشكا ونطيبوها وباش ما نغسلوش الفيتامينات اللي فيه لازمنا نغسلوه بعد ما نشريوه بالضبط ونقصوه وقت اللي باش نطيبوه به. يعني المعدنوس يخرج من الفريجيدير ويتقص كان وقت آخر إتاب باش تحطوه في الأخر في الطقم فرح وما تعرفش علاش لازمو يقعد هكاك. أنا نعرف أمي مثلا تقص ساعات المعدنوس تخليه كونجيلي في هذوك العبيد اللي التقاهم عندهم برشا حالات يعملوها ولازم يختصوا الوقت ماهوش منصوح به. هو علاش لازم كل غله ولا كل خضره والا المعدنوس والسبناخ وغيره يقعد في العريش نتاعو يعيطوا له العريش نتاعو؟ ما عنديش حتى معلومه الحق والله. على خاطر هو السيريك يتغذى ماكل العود نتاعو دونك دو بريفيرونس ما تقصوش خاطر انت كي تقصوا تقتلوا. كيف نرجع للبسباس باش الناس تخلي البسباس الجوري نتاعو اكثر ماذا بيك ما تقصش العريشه نتاعو. الجزر زيد اللي هو الفنيريا كيف لازم تخليها في اوراقها. كل حاجه تخليها في اوراقها باش تتغذى عباره انت جيت قتلتها هي حيه وانت جيت قتلتها والمنافع نتاعو الكل باش تتنحى دونك الفيتامين سي الكل باش يتنحى. وحتى كي تغسل المعدنوس احلام ماذا بيك ما تغسلش بالماء سخون خاطر الماء سخون ينحى المنافع. لازمك تغسل بالماء البارد باش من بعد كي تغلي تلقى تجبد حويجه منها. فما منفع من المنافع تمشي للماكله ولا تمشي مش عارف الحاجات اللي تحكي عليهم انت تو نستنى تو انا في الريسيت مازال بشويش بك مزروف حس بالي انا باش نعطي ليزاستيوس اسمعونا بي يا سيدي كيف سيدك ناخذوا شويه من رابطه المعدنوس مع شويه نعني اللي حكينا فيه قبيله ناحيه ريحه الفم ونخلطوهم في الخلاط الكهربائي. نعم بي بلندر ومعاهم شويه ماء ورد خلاط الكهربائي فرونسي لي قالوا لنا ما تحكيش فرونسي بي ومعاهم شويه ماء ورد لين تحس تحطو لين تحس بعد وجهك اللي هو بدا يتكبس باهي دونك لازم الخليط يكون ماسك هذايا باش نحطوا ماسك في الوجه هاي دونك يشحط الوجه هاي ويخلي وجهك مسلمعه ويخلي المكياج بعد نظيف عرفت مش تبدا فماك الخطوط هذيك تحت العين وكل تو بعد في الناتوريل يعطيك الصحه تو بعد في البوتي نزيد نحكيو اكثر مش على المعدنوس مكياج باهي نزيدو استيوس اخرى ناخذوا شويه معدنوس مرحي معاه شويه عسل ونخليوه على وجوهنا 10 دقائق وبعد نظفوا بالماء البارد ونعملوه نهار بعد نهار. ديما المنصوح في اللي ماسك الكل ان نظفوا بالماء البارد على خاطر الماء السخون كيما نعرفوا اللي هو ماهوش منصوح به كل صباح على خاطر يعمل التجاعيد في الوجه ويحل لي بور دونك ماهوش منصوح بالماء السخون جمله بالنسبه للوجه. بالنسبه للشعر نغليه شويه من اوراق المعدنوس معاه في الماء على الغاز بيان سور بعد نحطوه في فشفيشة كيما البارح نحطوه في فشفيشة فشفشت البارح نحيو منها صبار واليوم نحطو منها للماء نتاع المعدنوس ونفشفشو فيه بشعرنا افيكاس. انا واحده من الناس هذاك عليه شعري طويل من الماء نتاع المعدنوس. اي استعمل فيه معناها هذه انا ما نقولكم حاجه كان كي نستعملها يا هاي سي بيان ولا سي بيان هذاك علاش ما عندكش تجاعيد ووجهك براق خاتم زيت صغير هذاك.